بسم الله الرحمن الرحيم. الأصدقاء والصديقات في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. بنسعد دايما بوجودنا معاكم، ونتمنى أن احنا نكون دايما عند حسن ظنكم وتسعدوا بما نقدمه لكم، سواء أنا أو صديقي حسين سيد. يعني بنحاول أن احنا نقدم لكم كل ما يرضيكم، وفي نفس الوقت نتمنى أن نكون عند حسن ظن كل المستمعين والمشاهدين الكرام. نرضي ربنا أولا، ويعني نقدم لكم النصيحة التي تفيدكم دائما. ويجب أن نؤكد أن هناك الكثير من ليس منكم ولكن من الذين يشذون عن القاعدة الأساسية دائما، ما يخرجون لسوء الفهم عن وضع الله سبحانه وتعالى في نفوسهم، ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في نفوسهم. ولذلك من يتحدث بشكل غير لائق بجلال الله سبحانه وتعالى، سوف يعني الله سبحانه وتعالى لن يتركه تحت الأرض. وهؤلاء هم الذين لن يكونوا سعداء في الآخرة، ونتمنى ألا نكون منهم. وطبعا يسعدنا دائما وأبدا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور محمد عيسى داود، الذي نسعد بوجوده دائما معنا. يا مرحب وأهلا وسهلا بحضرتك. يا مرحب بسيادتك، والله سعيد بحضرتك وبحسن باشا وأحبابي أنتم. والله ربنا يبارك فيك، يعني أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وطبعا إحنا بنحاول إن إحنا بقدر الإمكان نقدم لكل الأصدقاء زي ما قلنا ما في وسعنا وما في جعبتنا، من أجل أن يعني نقدم لهم الدين السليم. ربنا يضاعف الثقل هذا في ميزانكم يا رب. يا رب ربنا يتقبل. ما زلنا في عالم البرزخ، وما زال هناك بعض الأسئلة، ولكن هذه ستكون الحلقة الأخيرة في هذا العالم الذي امتد معنا لحلقات عديدة. وهنبدأ أسئلتنا بأن هذا العالم الذي كان خفيا ويبدو أنه بدأ واضحا أمامنا بعد عديد من الحلقات، وأعتقد أن الصورة وصلت بشكل طيب يعني لكل المتابعين. عالم البرزخ ما زال به أسرار. صحيح. الروح أين تذهب بعد دخول القبر، وخاصة عند زيارة القريب إلى من في القبر؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك يا سيدي يا محمد، ويا حبيب الله يا نبي الله، قدر مقامك ومقدر قدرك وقدر لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلنا من قبل إن الإنسان كائن مركب، يعني كائن مركب من نور خالص هو الروح. الروح قصته كبيرة جدا، والحديث عنه لا يمل حبا وعشقا، وأيضا انكشافا لبعض الحقائق برضو اللي تعمد إتاهة الناس عنها. النفس غير الروح، ويؤسفنا كما حذرنا من قبل أن أي حد يخلط بين الروح والنفس إلا وهو ينبهكم أن هذا أمر دارج بين العامة فهو ليس بعالم. الروح لا تخطئ ولا تذنب، وبإيجاز بسيط هي تقدر تعبر عنها بأنها الضمير اللي داخل الإنسان. يعني ممكن أشرس الناس شرا يجد شيء بداخله يقول له حرام، امتنع عن هذا. يعاند طبعا، دي قصة أخرى أنه هو واخد طريقه اللي هو نفسه بقى اللي عايزاه، لكن اللي بيخطبك دائما بالخير ده الضمير، والضمير هو كينونة الروح، المعبر عن الروح، أو هو المتحدث الرسمي بلسان الروح.
والروح هي اصلا من نور سيدنا النبي، يعني قصه يعني كبيره وربنا جدا سبحانه لما ناتي بيها ورسول يعني. الله صلى الله عليه وسلم قال ان الروح من امر الله سبحانه وتعالى. طبعا هو الله قالها ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي، لان نعم. في عالم اسمه عالم الامر، زي لما تحدثنا ان في عالم البرزخ، زي ما قلنا ان في عالم الذر ده لو حكبه هتتحول الى قوس الصعود، لا في عالم اعلى وهو عالم الامر. طب يشمل العوالم دي ايه؟ كلمة الملكوت، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. سيدنا إبراهيم كشف له حجب هائلة. الملك اللي هو المشاهد الملموس، حضرتك بتبص على السماء فبترى الشمس القمر الكواكب النجوم، في الدنيا بتشوف الأنهار الخضرة الجماد النبات الإنسان، كل ده بنسميه عالم ملك. عالم الملك جزء من عالم الملكوت. عالم الملكوت شيء عظيم جدا جدا جدا. طيب في عالم بقى اسمه عالم الأمر، لو أراد الله، وكنتم حتى اتجهوا للحديث عن الروح، أنا طبعا انتم بتتحدثوا من القلب فبتبقى الأمور مبسطة للناس بدون إعداد مسبق، اللي هو يعني بحس ان انتم بتتحدثوا بهواجس نفوس اغلب الشعب المصري او الشعوب أو العربيه او الاسلاميه بل البشريه يعني. الترجمه اللي بتعملوها طبعا نفعت العالم كله، وربنا يجعل دخول ملايين ممليانه من كافه البشر في جميع انحاء العالم على ايديكم ان شاء الله بهذا الفضل والجهد اللي تقدموه. فالروح سيادتك بتعود الى محل القدس الاعلى، اللي هي بقدر أسميها اجتهادا هي مقام الحضرة المحمدية الأولى، اللي من حضرته تناثرت هذه القطرات اللي أصبحت أرواح، حتى الملائكة لأنها من نور فهي من هذا الروح الأعظم. الروح الأعظم المجرد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكينونة المحمدية اللي هي سبق السبق، كان الله ولا شيء معه ثم كان محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر يحتاج لتفصيل ليس محل الحلقة هذه. النفس هي الكائن الحقيقي اللي قلنا بيتبرزخ، يدخل عالم البرزخ وبيأخذ الجسد المثالي وبيلاقي نفسه هو محمد عيسى، هو أحمد ياسين، هو سيد حسنين، هو فلانة، هو وفاء، هو أمل، هو كينونتك هي النفس. الجسد ده الإناء. يعني نضرب مثل، سيادتك جيت لي وأنت تقود سيارة، هل السيارة هي أنت؟ لا طبعا. طب حضرتك سبت السيارة وقفتها ورحت جاي وطالع وقعدنا وبنتكلم، السيارة راحت فين؟ السيارة قاعدة تحت. كذلك الجسد في القبر، الجسد هو السيارة اللي كنا راكبينها سبناها اتعطلت خلاص ربنا قال كفاية فبيرقد. دعك من قصة ان هو يجلس الجلسة اللي هي لحقويه والسؤال وكلام، دي مسألة مؤقتة ما بتاخدش في عالم البرزخ ثواني يعني، وان بدت ثقيلة جدا بالنسبة للمتوفى ان لم يكن من الصالحين. لكن النفس تتبرزخ كما قلنا، والبرزخ جنة ونار حقيقة من الحقائق. بس بيحصل ايه؟ يعني اقول لسيادتك بالضبط قصة الموت والحياة بإيجاز زي ما سيدنا النبي وصفها صلى الله عليه وسلم، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. فلو إن البرزخ ما فيهوش حياة وما فيهوش عقاب للمجرم ابتدائي قبل العقاب الأخرى اللي هو حكم المحكمة النهائية عليه، ولا فيه تنعيم للسابقين وأصحاب الفضل والجهد والصلاح والتقوى وعمل الخيرات، لكانت الأمور لا معنى لها في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. تساوي حضرتك فجأة انطفأت الشمس، يعني نأخذ مثل تصويري، انطفأت الشمس أصبح الناس ما في الشمس مطفية بإرادة الملك سبحانه وتعالى، ما هو الوحيد اللي ماسك الكوبس بتاعها الزرار، اتطفت وهتنطفي في يوم من الأيام. أمال إيه إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت؟ مفيش نور، فلا نجوم وجمع الشمس والقمر، هنقول كل ده أظلم فلم يبقى لك إلا المصباح الكهربائي. ف
فجأة كل الآليات اللي هي بتولد كهرباء انقطعت، وأصبح الناس في ظلام عام مثلا هنقول إيه 20 سنة، بقوا في قبر كبير جدا. أنا بحاول أقدم صورة تقريبية للناس، لأن الصور التقريبية بتوضح معاني خارج الذهن، وبتخلي الناس تبدأ تفكر مرة أخرى في إنها منغمسة في الحياة إلى حد التيه عن المستقبل الحقيقي اللي بينتظرها، اللي هو الموت ثم البعث. هنقول 20 عام على البشرية، وفجأة تخيل البشرية كلها في ظلام دامس، يعني لا انت عارف تولع شمعة، ولا عارف تولع عود كبريت، ولا عارف تولع كهرباء، ولا معك اي وسيلة اضاءة، ولا في صبح ولا ليل، ولا في هو كله ظلام دامس. هنقول ده 20 عام على البشرية. حاول تتصور الناس هتتصرف ازاي في الظلام ده. تخليط وتخبيط، يعني حاول تتصور، وياريت كل جمهور حاول يشوف المشهد ده عشان من زاوية يعرف فضل الله عليهم، اللي هو أنا واثق إن كتير من الناس بيصحى وبينام يمكن بال10 سنين مش داريان إن في شمس بالنهار بيجري تحتها، ولا في قمر بالليل، ولا في نجوم، منغمس في الحياة وطرفها وشهواتها وأهوائها أو مشاكله الخاصة، فبيتوه منه ده. فمن زاوية نتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى بآياته الكبيرة علينا، واللي هي مستمرة، واللي هي المعجزة المستمرة. ومن زاوية أخرى هناخد مشهد حقيقة الحديث الكريم، الناس نيام فإذا ما تنتبهوا. ظلام دامس 20 سنة، والبشرية عمالة اللي ماشي كده واللي ماشي كده، واللي يخبط في التاني، واللي مش واعي، وفجأة ربنا سبحانه وتعالى أضاء الشمس، استعب نورك. كل واحد هيبدأ يعرف موقع أقدامه كان فين، ويا ترى هو كان رايح مثلا واخدها ماشي لغاية بورسعيد، لقى نفسه مثلا لا ده وصل أسوان، والتاني اللي من أسوان عايز يجي القاهرة لقى نفسه دخل على مثلا مدغشقر أو نزل لكينيا. يعني كل التخبط اللي هتكون عاشته البشرية في 20 سنة، فجأة كل واحد هيبدأ يشوف حقيقة الأمر، اللي هو بيسمى ايه في البرزخ؟ الانتباه من الغفلة، الانتباه لحقائق الأشياء. بيبدأ يشوف نفسه، كذلك الموت بتبدأ تشوف الحقائق. هنضرب مثل تاني، المثل ده أحد الصالحين حكاه، إنه حدث وهو فعلا حدث حتى مع سيدنا جعفر الصادق، مع واحد تابعي مشهور اسمه أبو بصير، كان من اللي بيتلمزوا عليه لما كانوا في حج، وبعدين لقى الكثرة وبقى سعيد بيها، فقال له عايز تشوفهم يعني، عايز تعرف الحقائق ايه؟ قال له نعم. قال له أغلب من تراهم هم قردة وخنازير وذئاب، وعدد. فقال له أرنيهم يا ابن رسول الله. فسيدنا جعفر الصادق حط ذي عليه، مسح على عينيه، وتلا من كتاب الله سبحانه وتعالى آيات فيها كشف الأسرار. فعلا لما رفع إيديه بدأ يشوف أغلب اللي هو شايفهم، أغلب الوجوه قردة وخنازير. طب هل ده حديث ولا دي حادثة حصلت في السير بتاعت آل البيت حقيقة؟ وحنضرب يعني وصلت إلينا إزاي يعني؟ وصلت بالتواتر، زي ما وصلت السيرة النبوية نفسها بالتواتر. يعني التواتر هو اللي بيوصل لنا الحاجة. أهم شيء لما يوصلك معلومة نوثقها، يعني منين أعرف إنها حقيقة أم هو ده باطلة. اللي احنا عايزينه دائما عمدة كل شغلي في حياتي، حتى في العمل السياسي كنت بعتمد على كتاب الله، القرآن الكريم، ثم السنة النبوية، ثم أقوال آل البيت، أقوال أو أفعال زي أقوال أو أفعال سيدنا النبي، القرآن الكريم يصدقها لي أو يقول لي لا انتبه هنا في لعب. فربنا سبحانه ده بغض النظر عن أي مذاهب موجودة دلوقتي. طب ماليش دعوة، بص سيادتك أنا ضد حتة التمذهب، وآل البيت ضد التمذهب،
بغض النظر ان في روايات وصفت يعني القربة ليه، والله اللي أعرفه ان الله سبحانه وتعالى قال هو سماكم المسلمين. لكن انت سيادتك بتقرأ عند سيدنا جعفر الصادق سلام الله عليه او سيدنا محمد الباقر او سيدنا الحسن او سيدنا الحسين، دول أئمة الأمة، مش الشيعة ولا بتاع زي الجهلاء، دول أئمة الأمة. والله إذا الكلام بيطابق القرآن، لأن هم أوصونا بهذا، إذا جاءكم الحديث عنا فعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوا به، فإن عارضه فاضربوا به عرض الحائط. ده شوف من أدبهم وكمال علومهم وصدقهم إن ادالك الميزان. كذلك سيدنا النبي قال نفس الكلام. إذن من هم أدنى؟ نحن أولى إن احنا نعرض على القرآن مرة واثنين وثلاثة. فلما رآهم على الهيئات دي هاله اتفزع يعني عدني من المشهد صادم. فوضع يده عليه وتلا من كتاب الله سبحانه وتعالى وأعاد إليه الحجاب. أي حجاب؟ هو نفس الحجاب بتاع الناس النيام، فإذا ماتوا انتبهوا. بس يعني حضرتك كده هذا الكلام يبدو أنه يصل إلى مرحلة نبوة يعني. لا، الولاية ده بالنسبة للي يسمع هذا لا الكلام. لا لا لا، عشان بس ما نخلطش. لا بص يا سيادتك، لو الخلط حاصل بيبقى عند اللي بيسمع، يعني عفوا بيبقى مستوى الفكري والثقافي والعلمي نأكد على ده. ما بالضبط بيبقى محدود جدا. وإلا فما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ يعني دي جميع علماء الأمة بمفسريها بفقهائها أثروا القضايا دي. المعجزة للنبي، هناك فارق كبير بين كرامة الولي ومعجزة النبي. لكن في حقيقة الأمر بيتشابهوا جدا. إيه اللي بيفصل؟ إن ده نبي وإن ده ولي. إيه اللي بيفصل التاني؟ إن عادة المعجزة بتكون في مقام تحدي، لكن الولي ما بيجيلكش يقول لك أنا ولي. زي شق القمر مثلا. زي شق القمر. يعني حاجة مستحيل أي حد يقدر يعمل حاجة زي كده. ليه ومش طلبوا مرة طب خلي الشجرة دي تكلم، خدت الأرض وجاءت وسجد بين سيدنا النبي وتكلمه صلى الله عليه وسلم. ومعجزات سيدنا النبي فوق الحصر، بس الأمة ما فاكرة إن هو القرآن العظيم فقط. طيب إيه الفارق الثاني بالنسبة للكرامة؟ إن الكرامة مش مقام تحدي لسببين. السبب الأول ما فيش ولي بيجي يقول لك أنا ولي، فأنت تقول له اثبت لي. لكن النبي بيقول لك أنا نبي، أنا نبي، أنا مبلغ من الله سبحانه وتعالى وأرسلني إليكم بشيرا ونذيرا. لكن الولي ما بيعملش ده، ما بيجيش يتحدى الناس في ولايته. لكن اللي بيحصل مع الولي، يعني مثلا ما بيتكلموا عن بعض صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في معركة القادسية، عبروا الخليج ازاي؟ بالخيل. قال لك الخيل مشيت في المية، صح ولا مش صح؟ على المية. طب يعني ازاي يعني؟ يعني مثلا سيدنا موسى يعني؟ لا مش سيدنا موسى. طب ما ده ما قمنا وهنقول ان هو ما هو في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. الانسان لو يعني الانسان اذا اصبح عبدا ربانيا تماما يقول يعني يقدر كن فيكون يعني برغم انه ايه عبدا ربانيا، ما هوش نبي. انما اصبح عبد ايه رباني. فهنا الكرام. عشان كده لما يجي سيدنا جعفر الصادق يعمل ده، بالنسبه لي يعني اللي يقرأ كتاب الشيخ محمد أبو زهرة وعالم سني يعلم إن سيدنا جعفر الصادق إمام الأمة بكل طوائفها، عامل مجلد عليه قد كده، ما تقرأه تعرف إن ده أمر بسيط جدا بالنسبة لإمام زي سيدنا جعفر الصادق. نعم. وإنه كمان إيه كرامة بسيطة جدا. طيب مصداقها من القرآن، يعني إيه أنت سيادتك ساعة الحشر سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف 10 أصناف من أمته إن يحشرون على هيئات مبكية. 10 أصناف. 10 أصناف، إن يعني ناس من أمته هياخدوا 10 أشكال. ذكر منهم حضرتك القردة، ذكر الخنازير، ذكر الذئاب والضبعان، ذكر
الذي يسير على رأسه منكوسا. حتى لما سئل حضرتك يعني طب ازاي هيمشي يعني راسه مكان رجليه ورجليه مكان راسه، قال الذي بعثه والذي الذي خلقهم وأمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على رؤوسهم. حضرتك طيب في الإسراء والمعراج في لفتات رهيبة، وفي في القرآن العظيم لما ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب أصحاب السبت بيقول إيه، قلنا كونوا قردة وخنازير. تمام. طب ما بشر ممسوخ قدامك أهو، فلما سيدنا جعفر الصادق يعمل كده وراله كشف الحجاب اللي هو هيحصل امتى بعد الوفاة، ولسه هجيلك على ده بما يذهل السادة الجماهير من ميراثهم الإسلامي بتاع بيت النبوة العظيم واللي هو الحق واللي هيشوفوه هيشوفوه حتما. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش أحد المشاهد، يعني طبعا كله قارئ الإسراء والمعراج والمشاهد سواء التنعيم أو التعذيب هاخد مشهد واحد، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الخلق سواء نساء أو ذكور، يعني إناث أو ذكور، لهم مشافر كمشافر الإبل وأضخم، يعني بدل الشفايف الرقيقة اللطيفة دي لا له زي شكل الجمل بالظبط. مشافر ويقطع من جلودهم من جنوبهم قطع لحم منهم فيهم وتلقى في هذه المشافر وفي افاههم. فسال سيدنا جبريل، هو عارف بس التمثيليه كده لازم ليه، لان مش كل العقول هتطيق، في واحد عارف مرتبه سيدنا النبي ايه، في واحد لا بيعتبر سيدنا جبريل اللي بيوري له عقول بقى وقصة تانية يعني. فما هذا يا أخي يا جبريل؟ فقال أولئك الهمازون المشاؤون بنميم. يا ستار، ما هم عايشين في فتن وبيقطعوا من لحوم الناس، فالجزاء من جنس العمل بيقطع من لحومهم. يعني برضو عايزين معلومة كده على جنب، هل الجمل خلق من النار فعلا؟ والله في بعض الروايات المضاعفة بتقول كده، لكن لا، هي الطبائع، الحقائق الطبائع. يعني ايه؟ كل الخلق اللي حضرتك شايفه في الدنيا خلق من تراب باستثناء الجن والحن والبن من النار. الجمل لو مخلوق من النار بالمعنى اللي هو الحقيقي مش هتشوفه، مش هتشوف، هيصبح كائن لطيف. هيصبح كائن لطيف. مستثنى ازاي؟ هو السبب ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اكل مره لحم جمل بس مدهن اللي هو كبير سنه غير الجزور الصغير، فامر حتى باعاده الوضوء اللي عايز يتوضا ليه من الدهن. طب النهارده انت معاك صابون ومعاك، وكانوا يستخدموا احيانا السدر انه يرغي، لكن ما امرش بهذا في اكل لحم الجمل الصغير. وبعدين الجمل في غضبته حضرتك بيبقى عامل زي النار، عارف القله بتاعته، ما اعرفش الناس شافتها ولا، انا شفتها وانا طفل فعلا بتبقى مخيفه، تحس يعني الغضبه غضبه مخيفه، غضبه ناريه. الردادات اللي كان قالها ابراهيم نصر قبل كده، الجمل بيضرب بقى قله. ما هو بيضرب صحيح، هو بيضرب اسماء قله صحيح، شفتها فعلا بتبقى ان ما كانش قلبك ثابت وعملها فجاه تتخض يعني. اللطيف حضرتك بس عشان ما اطولش الحته دي، ممكن نبقى نعمل عليها حلقه اللي هي عناصر التكوين بالنسبه للتراب. كل ما عيناه تراك ويداه تلمساك من دواب وغيره 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 هو من ماده هذا التراب. التراب انت شايفه تراب صرف، لكن جوه التراب ده فيه ذهب. طبعا. طب ما هو الذهب ده عامل زي النار، بل النار بتزيده جمال ورقه وصفو. ازاي تركب الحاجه دي؟ نفس التراب ده فيه معادن. فالطبائع اللي حضرتك الموجودة في الأرض اللي حكم الأرض فيها تراب، فيها نار، فيها مية، فيها هواء. عنصر النار يزيد في الجمل شوية. طب ما هو بيزيد في كتير من الوحوش. العنصر الناري حتى في الإنسان، يعني الإنسان لو
ده سر الأمر بإحسان الأسماء. لو الاسم ما اتظبطش مع تركيبة الأب والأم، شوف علوم آل البيت اللي حاربوها، ممكن إنسان يطلع نار الطبع. يعني نار الطبع الأحد، ممكن إنسان أنت شايفها ملاك جميلة ورقة وكلام من ده، بس تيجي واحد يتزوجها بعد شهر شهرين بيبدأ يجدها حادة جدا. يعني في أي ما ممكن أمور لا تستلزم الحدة تجدها عاملة زي النار، والعكس صحيح، يجي زوج وهي تقول له أنا اتصدمت فيك وكان يوم أسود وبتاع كلام من ده. ده بنسميه إنسان نار الطبع. يعني نار الطبع؟ رغم أنه ممكن ترابة بس النارية تزداد. دي عايزة قصة تانية. نرجع للأمر ده حضرتك. فرب العالمين سبحانه وتعالى لما بيقول لو نشأ لمسخناهم على مكانتهم، بسورة ياسين. أي لو نشأ في القرآن يبقى تثق إن في منها اتعمل في الدنيا أو هيتعمل لسه. يعني اتعمل في ما قبل القرآن زي مسوخ بني إسرائيل. طبعا بفخر وبسجد لله إن العبد لله منفرد عن العالم كله بهدية ربانية محمدية باكتشاف مسوخ بني إسرائيل القردة والخنازير، واللي التفاسير كلها تهت فيها وكانوا مختلفين هل المسخ مسخ معنوي ولا مسخ فعلي ولا مسخ فعلي. والردود تباينت. دي يعني ايه؟ بس اخد الضوء الاخضر كده واروح مقدم صفحة الغلاف بتاعت الكتاب للمدبولي، احتسبوا لله ورسوله، ربنا يا رب يجعله أضعاف مضاعفة، وكان ثأرا لسيدنا النبي من السفلة اللي ما زالوا بيتهجموا اللي هم أبناء القردة والخنازير. فنشرنا صور المومياءات اللي بديو القردة والخنازير وعرضتها على أستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين، وأصدرت بيها كتاب له قصة كبيرة كل أجهزة مصر عشان ردا على الوزغ ومش ردا ولا طيب يعنونا. القصة اتعرضت طيب على الرئيس مبارك شخصيا مع جميع قادة الأجهزة. نعم. لما يجي وقتها إن شاء الله هفاجئ الناس بانفرادات بإذن الله لا يتوقع. عشان ما تنسناش من الكتاب ده إن شاء الله. الله يرضى عليك يعني. لا ده هو مذهل. فإذا في مسخ اهو. طب ربنا سبحانه وتعالى يقول لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. لا عارفين يمشوا لقدام كبشر ولا عارفين يرجعوا لبرا وقت لما انا خلقهم على الخلق السوية. طب هو ربنا بيقول ده في سورة ياسين، مش كان تم مسخ فعلا في بني اسرائيل بل في امم اسبق؟ يعني في من الوزغ، الوزغ اللي هو احنا سيدنا النبي وصف بيه بعض بني أمية واللي احنا بنوصف بيه أعداء الله ورسوله أعدائنا في السير، إن أصله كان بني آدم وبقى برص وهو كان بينفخ النار على سيدنا إبراهيم، يعني بيعاون أهل الشرك والكفر والإلحاد اللي زي ما بنشوفهم دلوقتي. هي هي فاللي حصل إذن من سيدنا جعفر الصادق كرامة إمام من أئمة الأمة العظماء، كرامة ولي بل سيد الأولياء في زمنه، بالنسبة للفكر الإسلامي هو حق حقيق لأنه حدث في أمم سابقة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالكم من التحذير هذا، سيكون في أمتي، في أمتي سيكون، يعني إحنا داخلين على ده. ليه؟ المنظومة اللي هتؤدي لكده الفكرية والمسخية التي تقود البشرية هتؤدي لهذا، سيكون في أمتي مسخ وقذف وخسف. تمام. كده الأمور وضحت، لكن يبقى سؤال دكتور مصطفى محمود في رحمة الله. إحدى المرات يعني تحدث عن نظرية داروين، النشوء والتطور أيوة أو إن الإنسان أصله كذا. عندي كتاب هو يعني تشارلز داروين له مجلدين كبار، والأمر حسم بالقرآن الكريم طبعاً. وإحنا قلنا إن في مسوخ من البشر هتبقى أصلها نعم. كذا نعم، لكن ليس معناه إن المسخ نفسه هو أصل البشر يعني. لا 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 نعم. لا, 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 لا لكن هو ذهب إلى بعض الأمور، قال هم بيعتمدوا أو التطوريون بيعتمدون على
ان في حيوانات كتيره جدا لها 5 اصابع ولها كذا ولها ذيل، ويقولون ان الانسان له عجب الذنب، وعجب الذنب هي بدايه ذيل، او ممكن تعتبرها ذيل. فهو قال هذه، واذا كنا نتحدث عن المومياوات اللي حضرتك اتكلمت عنهم هتلاقي ما فيش حد من البشر ما عندوش عجب الذنب. طب هو يعني علاقه عجب بالذيل يعني؟ ما هو بدايه ذيل، ولكن إيه عشان انسان كذا. طب ده على حد قول الدكتور مصطفى محمود. انا هاخد حضرتك الدكتور مصطفى محمود عليه رحمه الله الحبيب. يعني اتكلم في مناقشه القضيه، لكن ما اعتقدش انه قرأ الكتابين الاصليين بتوع داروين، يعني اللي هو منبع الفكره. لان الكتابين دول ما كانوش متوافرين، وحتى لم يتم ترجمتهم الا من المركز القومي للترجمه والثقافه في مصر في القاهره، ممكن من سنين بسيطه جدا. لما تقرا الموسوعتين بتوعه اللي هو مجلدين ضخام جدا، هتكتشف ان هو ما قالش الانسان اصله قرد. دي اول صدمه يعني. يعني لم يقل هذا، انما خد بالفكر ده اللي هو عمليات التطور والتحول، فالقى الشبهه مش اكثر. لكن هل هو اصلا طبعا ما هو لازم يحط بقى بهارات واستغل داروين في القصه دي، لكن هو كان بيرصد بعض الحيوانات والزواحف والفقاريات واللافقاريات. حضرتك الكتاب قريته كله يعني، وفوجأت وانا بناقش بعض احبائنا من المفكرين قالوا فعلا لما قرأنا اكتشفنا ان داروين ما قالش الكلام ده حضرتك، ولكن استثمر بعد ما القى الشبهه دي. نعم. حاول لسيادتك مفاجأة، اذا انت اكرهتني ان انا اقولها قبل الاوان. وقت علي. لما حصل الكشف الجبار ده حضرتك، الأستاذ أسامة طه سجل معايا حلقة ضخمة جدا، والكلام ده يعني بلغ مستويات رفيعة، فقلقوا يعني وطلبوا يقعدوا معاه، بينما كان البعض بدأ يعني إيه يتهجم عليه من بعد كده، وعرفت وتدخلت في الأمر، وأعلى مستوى فيك يا مصر لله الحمد تليفون تحت أمرك محمد بيه، رحب أسامة بيه وجبت معاه الأستاذ محمد مدبولي، قعدة سرية في أعلى 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 جهاز سيادي فيك يا مصر، وتم كتابة تقرير لأن حصلت مصيبة. الأهرام والأخبار والجمهورية، وكان الوفد لسه طالع. الوفد على فكرة أنا شاركت في الاجتماعات التأسيسية مع الأستاذ جمال بدوي إنه أستاذي في الأخبار. ده الجريدة مش الحزب. لا الجريدة الحزب. أنا قعدت مع فؤاد سراج الدين الله يرحمه مرتين ثلاثة، وأخوه ياسين بيه في نفس السرايا بتاعت جاردن سيتي يعني، وكان معنا فؤاد فواز الله يرحمه وشلة جميلة. المجموعة اللي هي كانت خدها من الثورة بقى اللي هو النظام القديم. بالضبط. نعم. تمام. وهو كان نجح ان يهرب شوية جواهر برة، ولما ايه مبارك اذن له ربنا يرحمه بصراحة يعني برضو فتح باب خير، خلى عمل الجريدة والحزب واشتغل يعني، ويعني فتحت ابواب حتى الصحفيين كانوا في الظل شوية. أستاذ جمال بدوي برضو بالمناسبة عليه رحمة الله صديقي وأستاذي، وكان في أخبار اليوم بس قعد في الإمارات فترة، وكان من كبار مؤسسي جريدة الاتحاد في الخليج، وكان ليه برنامج تلفزيوني تاريخي عظيم جدا. فالشاهد سيادتك، عرضت القصة كلها، كانت الأهرام والأخبار والجمهورية والوفد، نشرت خبر اكتشاف كده البنشت، اكتشاف انسان مصري قديم رجعوا لعهد الفراعنه بذيل. كانت بتجيل الصحف بالليل طبعا الخاصه بالليل بالذات، كل الاجهزه بنقراها قبل ما بتطلع طبعه الصبح اللي بتنتشر. قريت الخبر ولعت، مين اللي عمل ده؟ وفين اللي قاعدين على الديسك بتاع اشتغلت على ديسك الاخبار، فاهم يعني ايه عنوان خبر حضرتك سواء رئيسي او فرعي، وكان بصوغ الحاجات دي بما يناسب كده في الصحافه قمه مجدها. يا ربنا يعيدها يا رب، مصر مليانه خير، ولكن بكل اسف ربنا يهدي يعني.
لان في اتجاه كده مش عاجبني. فعلى كل الاحوال سيادتك رفعت السماعه طبعا على يعني من يتصور ومن لا تتصور فيك يا مصر من اللي هو يقدروا ياخدوا قرار فوري بايقاف التوزيع. الكلام ده طبعا كله مثبت يعني، ورئاسة الجمهورية تعلم هذا. نعم. عشان نبقى ايه، خزقنا عينين ال المخزق عيونهم. فاستجيب لي حضرتك، والكلام بتاعي كان بالحرف كده، انتوا كده بتعملوا مصيبتين. الاولى بتثبتوا ما قيل انه نظرية داروين، ان الانسان اصله قرد. الشيء الثاني، بما اننا المصريين اقدم البشر واقدم الحضارات، اذا انتوا وثقتوها، يبقى المصري اصلا انسان بقرد، اصله قرد. طبعا الرئيس مبارك مع احترامي عشان كل الكذبه، الراجل كان وطني، صحي من النوم صحوه وحكى ان في كذا كذا كذا، وفلان الفلاني اعترض وقدم لنا تقرير موجز، في هو كان يحب الموجزات 1 2 3 4، ففعلا الدنيا تاني يوم تم تعديل الخبر، خبر حضرتك، لان القصه كان فيها قصه تجاره اثار وكلام من ده. وتم تعديل الخبر ان ده انسان ووجد من 100 سنه، وما يعني اشتبه انه ذيل، هو جزء من الكفن بتاعه. الكلام ده حضرتك كل الارشيفات ارجعوا لها، انت سيادتك راجل اعلامي ده زي حضرتك مسبيه. ما بيقولوا كل ما واحد يعمل حاجه يقولوا ايه ده غير عائل او مجنون. صلحنا الامر ومشي الموضوع في سريه، الى ان الموضوع تعرض على الرئيس مبارك شخصيا. الفيلم اللي عامله الاستاذ اسامه طه معايا، والله العظيم كده بقول لك، بس يا نهار ده يسوي حرب. ده يسوي حرب. انما شوف بقى الوطنية، ودي اللي عرفتني الراجل ده مخلص ولا مش مخلص. لو كتب الغاء احرقوا الفيلم هشك فيه، لكن ادى قرار بالارجاء ويحفظ في الاماكن المعروفة الوقت عوزة. اذا بيقدم لمصر سلاح، والسلاح ده كان لسه الفريق التهامي على فكرة معاه، ما كانش قطعه. الفريق التهامي عرفه، وغيره وغيره، مش هقول اسامي، في اسامي من البعض بيطنطن بيها، لا عارفين الحاجات دي كويس جدا، وتم التحفظ عليه في اماكن غير قابله للاختراق بالمطلق. وفي يوم من الايام مصر هتبث الفيلم ده ان شاء الله عن هذا الكشف العظيم اللي بيطابق القران العظيم صدقا. طبعا طلعت اسرائيل والاعداء، الفيرست انتي سيماتيك محمد عيسى دول العدو الاول للسامي. قلت لهم ماشي، يلا. وكان بوش مفعل القانون بتاع ده السماء، قلت لهم اعلى ما في خلهم يركبوه، احنا لا نخشى الا الله، وده حق، ده كتاب الله. وقدرت الحمد لله بموافقه اجهزتنا اني اخاطب اكبر حاخامين فيك يا دوله الخيان الصهيوني. وطبعا قعدوا 6 أشهر يتحروا مين محمد عيسى داود، الى ان لقيوا بقى عشان المكذب، لا متوثق في جامعه القاهره انه لا ده استاذ، مش واحد، ده مسجل 1 2 3 4. فردوا عليا الاثنين، وبقيت انا مستعجل يعني في اسامي قاده بعدين في وقتها بقولها يوم ما نتكلم عن الحلقه دي. شوف حاجه بسيطه خدتنا لايه، هخرج من ده كله ان الرئيس مبارك قال الكتاب يخرج بالراحه، ويوم ما حد بيتكلم عن الله الديمقراطيه، احنا الديمقراطيه وحره الراي، ردوا عليه. خبر حضرتك طبعا كانت الردود مهزله يعني من تل ابيب يعني، ولذلك شايلين لي ده وضمن الاحقاد والغل اللي مخلي دجالهم اللي هو مسخ من المسوخ. لكن الكتاب ان شاء الله هيظهر. كتاب ظهر في عهد الرئيس مبارك. هيعاد طبعه يعني؟ هيعاد طبعه ان شاء الله. نعم. وفي حاجات بس ما يعني خليها يعني ايه في ظلال الامن القومي المصري في وقتها نعلن. طيب. طيب نعود بقى ناخد فايده المسخ بقى. احنا بنتكلم في البرزخ يا دكتور. ما هو ما انا هاجي لك بقى. البرزخ سيادتك عباره عن كشف للحقائق، يعني ان اللي عمله سيدنا جعفر الصادق سلام الله عليه في الدنيا مع الموت والبرزخ وانتقال النفس البشريه في هيئه مثاليه هياخد شكل مسخ من المسوخ.
اللي هو العشرة اللي سيدنا النبي اتكلم عنهم في الحشر. نعم. إذن لهم هيئة ظل من هذه الهيئة المسخ في البرزخ. يعني في البرزخ في بني أدمين هيبقى معروف ده فلان. تصور الوش معروف بس يمدي على قرد. حتى لو والده والدته هيعرفوه الصالحين. ما لهوش دعوة. ولا تزر وازرة وزر أخرى. هو ابن سيدنا نوح الفاسد. سيدنا نوح هيسأل عنه. ربنا قال له إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يعني قوانين الله سبحانه وتعالى ما فيهاش مجاملة. فكذلك ممكن يبقى أب وأم صالحين ويلاقوا ابن عبارة عن مسخ. ويبكي ويستشفعوا ويحاولوا. والله بقى في من يعفو الله. عشان كده قلنا البرزخ ده عجائبه خارج الخيال. وصدق الوالي اللي جاء بعد الوفاة وقال بالضبط زي احنا عايزين نشرح قوانين الفيزياء والرياضة والطب والكيمياء مش لطفل صغير بل لجنين لسه في بطن امه. يعني عشان الناس تعي يعني ايه برزخ وان ربنا ما بيهزرش لما يقول في برزخ ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فهل في مسخ في البرازخ دي؟ في. نعم. يعني في خلق هيبعث. طيب. كده بس لحظة عايز انبه. طيب. لشيء حصل في الدنيا. قصة بتروى الله اعلم بمصداقيتها. هل هي سبيل مثال ام حق ووصلنا؟ فاللي مثلا نقلها واوردها ما قدرش عقله ما اعرفش يستوعبها فاتكلم ان هي رمز رمزيات. يقال ان واحد من الصالحين دخل سوق وكان من الذاكرين له هنات مع الله سبحانه وتعالى. يعني ليه اخطاء اللي هو ايه اللي خلطوا عملا صالحا واخر سيئا ولكن قلبه وحبه مع الله سبحانه وتعالى. فكان في الآونة الأخيرة بيذكر أذكار معينة فيها نوع من المكاشفة زي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. دي آية في سورة الملك. الآية دي ممكن تعمل بها صلاة استخارة تكشف لك حاجات كتيرة جدا تكشف حاجات خيالية سبحان الله. فهو كان يذكرها كثيرا مع سورة ياسين والسبعة مبين باللي فيها الألف واللام. ازاي ده يا دكتور؟ وهو حنبقى نقول بس وهو لا يدري ان دي هتعمل له حالة كشف بس حابب الذكر ده. فلما دخل السوق فجأة شفت كده يعني بس يعني بحب احط حاجات من اللي هي الناس بتعتادها عشان نقرب الناس الأمثلة فبخاطب الناس بمصطلحات الزمن. فاكر فيلم بتاع رشدي أباظة الله يرحمه بقى ويعفو عنه هو ولبنى عبد العزيز بتاع عروسة هميسة عروسة النيل. شوف حسين باشا مخرج مش عايز لازم يلحقنا وصوته عالي كمان لا هو كمان انه يلحقنا بالمعلومة. يعني الواحد من زمان بصراحة مش عارف استمتع بأي حاجة. فلما هو في الأول مع عبد المنعم إبراهيم وبدأت تظهر له هميس دي بتاعت عروسة النيل وفتح الدولاب وبعدين لقاها وبعد كده اختفت. عبد المنعم إبراهيم وقف له يقول له ما شفتهاش. يقول له ايه؟ يقول له انا كنت حاططها في الدولاب. قال له يمكن عندي المكواجي. ايه اللي عند المكواجي؟ يقول له البدله. بدله مين يا بكبك عن هميس؟ مين هميس؟ عروسة النيل. فلما شافها شاف الدنيا بتتلخبط ومش وهو في الأقصر الأعمدة والدنيا والمية وبتاع. فقال له الدنيا عملت تدربك فالراجل اللي دخل السوق ده حصل له زي كده لقى الدنيا بتدربك. يعني شايف فرعنا على أشوريين على بابليين على قرود على بشر قدامه شايفهم كانوا بشر من لحظات فجأة هو يعني جسد الإنسان ده أو الإنسانة دي بس الوش وش قرد وش خنزير وش ديب وش ضبع. فاتخذ فلقى كله الأشكال غريبة جدا ما عدا واحد كان عمال يحلق الواحد حلاق ماسك المرايه عمال يحلق. فراح له لقاه زي ما هو يعني ما بصش في التاني. فألذ حاجه بيقول له يا عم انت مش شايف الدنيا عماله تتلخبط وتتدربك؟ نفس كلمه رشد أباظة انت شايف اللخبطه والدنيا دي؟ قال له ايه اللخبطه يعني؟ قال له انت مش شايف قرود وطباع وبتاع؟ قال له عادي ربنا سبحانه وتعالى بيوريك حقائق الناس بس خلي بالك لازم تشوف حقيقتك انت كمان.
قال له حقيقتي؟ قال له اه. قال له خد المرايه. اداله المرايه. حلاق، شوف بقى الحلاقين بينفعوا. ربنا يخلي لنا حلاقين مصر. قال لي حلاق يا عم علي ده يعني عشرة 30 سنه. فالمهم فشاف بص في المرايه فلقى ايه؟ شكله البشري هو هو بس في جزء من وشه منبهج، يعني شكله مخيف شويه. فنهار ابيض ايه ده ايه ده؟ قال له صلح نفسك مع ربنا، وقبل ما تبص للناس وتتكلم على الناس نفسك. بص لنفسك الاول، اضبط نفسك، ثم بعد كده ايه بص في الناس دي. فطبعا ايا كان سواء هي واقعيه ام هي من الرمزيات الجميله لكن بتطابق القرآن الكريم وبتطابق السنة النبوية. نعود بقى للبرزخ. طيب في خلق اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عنهم في المحشر يوم الدين، إذن لهم ظلال من نفس هذه الصور جوه البرزخ. فهي مسألة انكشاف الحقائق اللي هو إيه بدأنا به الحلقة، الناس نيام، فإذا ما تنتبهوا زي ما بدأناها في حلقة قبل كده قلنا سيادتك مثلا إن قبل منكر ونكير في القبر في بعض الصالحين يبقى وإنت بتنقله على القبر يبقى هو متطلع عايز يدخل فورا. ليه؟ شايف واحد جميل جدا، الرائحة عبق هائل ما شافوش ولا شم مثله في الدنيا، وبعد كده يدخل بيطمنوا قبل منكر ونكير. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فمن التثبيت إن المتوفى يقول له أنت مين؟ ما أجملك؟ ما أطيب ريحك؟ أنا ما شفتش إيه 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 الأنس والجمال، ويحس إن هو في شوق عايز يقعد يتكلم معاه، يقول له أنا عملك. يفاجئ يقول له أنا عملك الصالح، أنا عملك. كيف تجسد هذا العمل بينما في ناس بتتجسد هيئتها المثالية في صورة مسوخ؟ تخيل ان هذا الرجل الطيب او الصالح او المرأة الطيبة والصالحة تجد امرأة جميلة اجمل من الحور اللي هي بتسمع اوصافهم، فتقول لها انا عملك الصالح، انت يا استاذة فلانة انا عملك، انت عم ايوه انا الليل اللي قمتي لله، انا الصيام اللي صمتي لله، انا القرآن اللي كنت تقريه بحب، أنا الصلاة على سيدنا النبي وآل بيته. يعني إذن هناك انكشاف لهويات فيك منك لك تنتظرك بفضل وإنعام من الله سبحانه وتعالى. يبقى الإله ده يتحب ولا ما يتحبش؟ لازم يتحب. يعني لما نصلي له مش نصلي برهب وخوف، بقى بعشق بقى، يعني إيه الكمال ده يا رب؟ والممسوخون هم الذين يعادونها أعمالهم بالطبع. شوف لما يطلع برص يقول لك ربنا بيخاف ولا يعتذر، اما يطلعوا يتهجموا على ذريات سيدنا النبي ويتسافلوا ويزوروا كلام لناس، وهنصفعهم ببيان هيتزع من خلالكم ان شاء الله، والبيان معايا من زمان بس سايبه كده عشان الاخطاء تكثر ونفضح الصهاينه المسوخ اللي هم للامانه المسخ لا ينجب. عشان أيام فترة كده في مصر برضو إيه البعض تهجم على البعض وقال يا أبناء القردة والخنازير، لا، القردة والخنازير الذين مسخوا لا ينجبون. لكن أنا دايما حتى في كتابي قلت إيه أبناء عمومتهم. أخذ حضرتك، لأن أساءوا لسيدنا النبي وأساءوا بأدب كبير، زي النهاردة السفلة بتوع الماسون دول الملاح ده ولهم شيء ولا تابعهم، لان انا عارف ان اغلب الصفحات دي من تل ابيب وبيرعاها حد هنا من مصر بكل اسف. جده كان ملك العهر والدعارة في مصر واحد اسباب نكسة 67، عشان بس نقول للناس لحضرتك، وبرم كده لا اعاديهم لسبب، انتوا بتعادوا الله ورسوله. في هيئة بقى محمد عيسى داود أو مصطفى بيه أو حسين بيه أو الأستاذ نجاح أو أي حد بيقدم كلمة طيبة بأناقة وطيبة وبقصد خير دون انتظار شيء في الدنيا دي، فعلا واضح الغل والحقد والحسد. فهؤلاء لا يمكن يبعثوا ولا يدخلوا برزخهم إلا وهم مسوخ. ولو نظرت وجوههم في الدنيا، عشان في كتير مستخبين ورا الستارة ومطلعين ناس أصلا تبص في وجوهها، أقسم بالله نساء يقول لك كنا بنتقيأ، مسوخ بني آدم بس مسخ، تبص في وشه أعوذ بالله شيطان. كذلك
اللي مستخبين ورا الستاره بيشغلوهم وبيدفعوا لهم وبيعملهم وقواده و و و وكفر والحد عارفين انفسهم. ولو اتحدى واحد فيهم يظهر بصورته الحقيقيه بدل ما هم ورا الصفحه الستاره الهبله دي الحمقاء واللي كل يوم تعدي على الله وعلى رسوله. واللي انا بناشد القياده السياسيه وكله يا اما يكون لكم موقف يا اما اسمحوا لي. هيبقى في علامات استفهام عليكم, هيبقى في علامات استفهام, لان الراضي بالشر شرير, واللي يسكت على ظلم وعلى جور وعلى سفالة على الله, على الله وعلى سيدنا النبي, على سيدنا النبي وعلى كتاب الله, يبقى هو منهم. فأرجو يبقى في مواقف حاسمة, والقاذورات اللي منعناها, وبستنفر معالي اللواء شين جيم يعلم نفسه وقواه يعدهم تاني للمزبلة اللي كانوا فيها, وإلا هتبقى مسخرة. أن مصر لن تسقط أبدا في براثن الصهاينة والمسؤول. وإذا كان يعني الوهم اللي عايشينه بشوية قوة عمالة بتدفعهم ده أوهام, أوهام إبليس, زي ما إبليس بيتعشم في الجنة هي هي يعني. فربنا سبحانه وتعالى ينصركم ويكرمكم, وأتمنى نكون يعني قدمنا صورة عن حقيقة البرزخ وحقيقة الموت بما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير, تحبب الناس في لقاء الله وتعلم الناس أصول دينها. ولو إن كل ما قلت أشهد الله هو نقطة من بحر ما زلت لم أتحدث فيه. والله أعلم بما هو أكثر من ذلك بكثير. احنا بنشكرك استاذنا الدكتور محمد عيسى داوود, احنا بنشرف جدا والله بالتوعيه اللي حضرتك بتقدمها. وجهك كله نور يا مصطفى بيه, وحاجه جميله فيك. وناس مخلصه حقيقي وبعيده عن انتفاخ الانا, وبتقدم علم يعني عهدي بابناء مسبيرو منذ كنت طفلا, منذ وعيت ان هناك قلعة عصماء في مصر اسمها مسبيرو. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تدوم, لأن هدمها هدم لرموز كثيرة وأشياء كثيرة لا يمكن أن تحدث إلا إذا كان شيء ما خطأ وشيء خطير. مسبيرو تبقى مسبيرو, أبناء مسبيرو عظماء مصر ورواد الثقافة ورواد الحركة الفكرية الحقيقيين, لابد أن يعودوا إلى مواقعهم الأصيلة من ريادة الثقافة المصرية بدل السفاهة اللي ماسكها الميديا والشياطين والأفاعي واللي أغلب الشعب البسيط العام ضحيته. فنرجو نرجو مسبيرو تبقى مسبيرو, هذا نداء أتمنى تنفيذه بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى احنا بنشكرك شكر جزيل يا دكتور, وان شاء الله نلتقي دايما على خير بإذن الله, وكل ما هو مفيد لكل اصدقائنا المشاهدين والمتابعين في كل مكان. نستودعكم الله, وبإذن الله نلتقي على خير الحلقة المقبلة. فإلى ذلك الملتقى. طب مش تقول لهم أتكلم عن الحلقة المقبلة؟ كسبتهم كده, خرجتهم من البرزخ وسبتهم كده. لا ما احنا كده أنهينا موضوع البرزخ خلاص. إن شاء الله هنبدأ موضوع جديد وحكايات جديدة وحقائق جديدة لا تعلمون عنها أي شيء إن شاء الله بإذن الله تعالى. وبرضو راسلونا, احنا ممكن نتكلم في أمور السماء, ممكن نتحدث أيضا في أمور البعث والنشور, ممكن نتحدث في أمور كثيرة جدا زي ما حضراتكم تشوفوا. برضو بلغونا وإحنا مش هنتأخر عنكم أبدا. بنشكركم وبنشكر باسمكم أستاذنا الدكتور محمد عيسى داوود, شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور, ربنا يبارك فيك, ودايما نلتقي على خير. فإلى أن نلتقي لكم من خلص تحية, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.